وما في تم برضو يعني شخص تم يرشح نفسه يعني وقام بترشيح نفسه، ودلوقتي بقى عندنا اثنين. حضرتك برضو شايف ان دي حاجه يعني لا دي كويسه؟ بالظبط. لا لا انا في نظر انه ان احنا يبقى عندنا ناس تانيين ده مهم جدا. وتشجع كمان اثنين ثلاثه واحد وارد حتى لو مش عارفين مش بس حاجة. وفقا لقانون دكتور فاروق برضو حضرتك تصلح لي، هي الانتخابات تجوز حتى لو في مرشح واحد. يس بس حضرتك شايف ان ده مش شكل سليم او مش شكل ديمقراطي صح. سليم نقول احنا نقول ديمقراطيه والناس هيترشح نفسها كله؟ ما ينفعش كده نقول كده. انا في نظري احنا عايزين نبقى 20 واحد مترشحين زي بعض. ليه ما حصلش ده؟ ليه من وجهه نظر حضرتك ما لقيناش حتى مش 20، ما لقيناش 5، ما لقيناش 4 مرشحين؟ ليه ده ما حصلش في مصر؟ ليه لما حد كان بيترشح بعد كده يقول لك انا هتراجع انا مش عارف ليه؟ عشان احنا لسه ما عندناش الفكر عن الشباب، ان احنا عايزين ناس في 36 وال 42 سنه وكلام من ده، عايزين ناس من دول يقول انا هشجع نفسي هنزل في انتخابات، المره دي هاخد 3%، المره اللي بعدها هاخد 25%، اللي بعدها هاخد كذا، واللي بعد بعدها هاخد. ما عندناش الحماسه دي. عندنا ناس كويسين جدا والصغار اللي هم في نظري الجيل اللي بعدنا واللي بعد اللي بعدنا، مش بتكلم على جيلي، جيلي خربان ما ينفعش بالحاجات هي دي مقوله حضرتك الشهيره ونادرا لما بنلاقي حد يعني بيقول كده على جيلي الفاشل. احنا كده جيل فاشل وخربانين وما ينفعش، خلاص نتنحى ونقول احنا غلطنا ليه وغلطانين في ايه. بس اقول لحضرتك حاجه صغيره يعني، حضرتك ظالم برضو الجيل ده شويه يعني، في ناس كويسه جدا، لا 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 في نماذج احنا اتعلمنا منها وتربينا عليها يعني، قليله الغايه ومتكممه ما ينفعش. انما انا بقول لما الجيل يعني معناها 75% منه. أيوة. عشان اقول جيل كويس يعني 75% من الشبيبه اللي زي كده يبقى هم اللي كويسين وهم مفتحين ولازم يدخلوا في البتاع ده، يبقى فاهم ان هو مش ضروري انك في الاول ما تنزل تاخد نسبه كبيره 5% على العين والراس، لان ما حدش يعرف اسمك، ما حدش يعرف انت يعني. حضرتك بتشوف ان ممكن شاب عنده 30 سنه ينزل كان يترشح لانتخابات الرئاسه؟ 100%، وانا اديله تعظيم سلام واروح اخليه اقول له نسى اسمع كلامه، ما فيش شك. ليه لا؟ ما هي في الدنيا كلها بيحصل كده. احنا ما عندناش ده، احنا عايزين نستنى حد يكون شعر ابيض ومتهبب على عينه وتخين كده شويتين عشان يبقى باين عليه ان هو يعني من كلامنجي. طب هو هيتكلم؟ انه مش هينفع. احنا عايزين الشباب اللي عندهم نشاط ويغلط ويتعلم من الغلط ويقول انا غلطت ما فيش حاجه خالص، ويشتغل ويغلط تاني وتالت ما يغلطش. احنا عايزين من والله